بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، شوطا تلو شوط، وهذه الاشواط الحاضره الجميله المميزه الممتعه حقيقه مع هذه الشعارات الجميله القادمه لتشارك هنا على ارضيه هذا الميدان. فمرحبا دائما في هذه الانطلاقات المميزه ما شاء الله، ونحن نتمنى والجميع يتمنى الناموس ما شاء الله. اذهب واستفتح اذاعتنا هناك بالظبي ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري مع المركز الاول ما شاء الله. ثانيا خيره عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري مع خيره في ثاني المراكز، وفي المركز الثالث ما شاء الله من تاتي الشايبه مطار بن سعيد بن حلوه، ورابع المراكز جاهني علي بن مطر بن علي بن واس الاكتبي، وفي المركز الرابع ما شاء الله شعله لفايز بن عبد الرحمن بن سالم البلوي ايضا ياتي هناك ما شاء الله على رابع المراكز. وفي المركز الخامس شيمه محمد بن عمير بن مبارك بن عمير الاكتبي على خامس المراكز، وسادس المراكز من تاتي في هذه اللحظات ابه لمحمد بن سعيد بن مبارك الاعتيبه، هو في المركز السابع اللي في المركز السابع غزلان سالم سلطان بن رشيد، وفي المركز الثامن ما شاء الله عاليه لاحمد بن راشد المحرم الاكتبي، وعلى عاشر تقريبا ولا تاسع مراكز، وفي المركز العاشر مصيحه سعيد بن سلطان بن دريم. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه. حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. وهناك القمة ما شاء الله يا المهيري اللي انفرت ما شاء الله على حيز واحد، خذله ما شاء الله مركز متقدم مع الظبي، خذله مركز متقدم مع الظبي بالمركز الأول بمقدمة الشوط ما شاء الله ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري ما شاء الله. وهذه النجمة التي دائما لامعة مع هذا الشعار وأدائه الجميل، ونتمنى دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق. الظبي في المركز الأول وناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري ما شاء الله على صدارة الشوط ومع المركز الأول، بينما ثاني المراكز اللي في المركز الثاني بنقول اللي في المركز الثاني هناك اللي هي في ثاني المراكز هناك عالية أحمد بن راشد المحرمي، وثالثا من تصل في هذه اللحظات اللي هي عناية ما شاء الله محمد بن عبد الله بن معضد على ثلاث المراكز، وفي المركز الرابع غزلان سالم بن سلطان بن رشيد السويدي، وهناك ما شاء الله شعلة الناموس والانطلاق فايز لسيد فايز بن عبد الرحمن بن سالم البلوي ما شاء الله. وشيمة شيمة 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 خامس المراكز لمحمد بن عمير بن مبارك بن عمير الاكتمي، من يدفع بشيمة على صدارة أو خامس المراكز. وفي المركز السات هناك اللي هي خيرة عبد الله بن خالد بن حميد بحارب المهيري، وسابع المراكز ما شاء الله بدأ الهجوم هناك من الخلف مع وصايف أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتمي، وفي المركز الثامن الشاهينية عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وفي تاسع المراكز الظبي ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري، ولا عفوا هناك جاهني علي بن مطر بن علي ابو نواس، وفي المركز العاشر من الجانب الثاني مع من اللي في المركز العاشر هناك اللي هي مشعل لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه للمراكز ذعناها عليكم كامله مكمله بالوفاء والتمام. ووين الظبي؟ وين الظبي؟ وين الظبي؟ وين الظبي؟ هناك اللي غادرت بالناموس الظبي، غادرت بالناموس ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري، يب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، مسيطرة على المركز الأول وتقول باي باي ايضا مكان. هناك راي اخر لبقيه الاسامي وبقيه الشعارات التي سوف تقترب منها، ولا هي في عالم ثاني، في عالم ناموسي جميل، في عالم ناموسي مميز. ناصر بن عبد الله بن سلطان
المهيري ما شاء الله على ثاني المراكز، ولكن الفريعي بدا يقترب هنا مع شعله فايز بن عبد الله او فايز بن عبد الرحمن بن سالم الابلوي الذي قادم مع شعله، شعله الناموس ما شاء الله هنا مع شعله بثاني المراكز. تبارك الرحمن تبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل وعلى هذا الاقتراب من الناموس يا شعله ما شاء الله. سيد فايز بن عبد الرحمن بن سالم الفريعي البلوي ما شاء الله من يقدم شعله هنا اللي غيرت على صدارة الشوط ومع المركز الأول. ها هي أيها الإخوة اللي بدأت تقترب شعله، ولكن وصايف 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 اللي بدأت تقترب في هذه اللحظات لأحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي ما شاء الله في اللحظات الأخيرة. ولا شعله وصايف ولا شعله، شعله ولا وصايف، ولكن يا سلام يا خيرة خيرة بدأت تقترب خيرة للسيد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. يلا يا ابو عبد الله، يلا يا ابو والله سلام، والله سلام ما شاء الله خيرة في مقداره. والله سلام يا ابو عبد الله، يسعد لي صباحك، والله صباح الورد مع خيرة. تهانينا عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب بمناسبة فوز خيرة في اللحظات الأخيرة. شعله للسيد فايز بن عبد الرحمن البلوي المركز الثالث، شعار وصايف لأحمد بن سعيد بن حلوة. هكذا أيها الإخوة فاجأتنا خيرة حقيقة في اللحظات الأخيرة، لحظات الناموس المميزة. تهانينا والناموس عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، 6 دقائق 15 ثانية. تهانينا والناموس.